اهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهرة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص هي ساعتين ويبدأ شهر رمضان المبارك. ارتبط الشهر الكريم ببعض الأصوات في الأذان والقرآن الكريم، وتعودنا مثلا على صوت الشيخ محمد رفعت وقت أذان المغرب، ومجرد ما بنسمع صوته في الأذان سواء في رمضان أو في أي شهر آخر بنحس كده بروحانيات الشهر الكريم. كمان ارتبطنا بصوت الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار في التواشيح، واحنا النهارده في مساء القاهره وبعيدا عن السياسه بنستقبل شهر رمضان بروح الشهر الكريم. معانا في الاستوديو عدد من المنشدين الشباب اللي هنستمع ليهم، مش هنتكلم كتير، هنسمع اكتر التواشيح الجميله اللي هيختاروها لنا. خلوني ارحب بضيوفي في مساء القاهره اللي منورتني في الاستوديو. اولا محمد صفوت، اهلا بيك يا محمد. علي رسلان، اهلا يا علي. ومحمد عبد البديع، اهلا يا محمد. وكان المفروض يكون معانا مصطفى ابو رواش المنشد، ولكن حصل عنده ظروف وتاخر. وخلونا نبدا دلوقتي، خلاص يعني اعتقد سكت الكلام بقى، خلاص اقل من ساعتين وهندخل في رحاب الشهر الفضيل. واعتقد بقى الكلام نهدى بقى من الكلام شويه ونرتاح شويه من الكلام ونسمع انشاد ديني. واختاروا لي، يعني انا هسيبكم انتوا تختاروا، بس الاول كل واحد فيكم يعرفني عن نفسه هو مين وبيعمل ايه. اتفضل. انا محمد صفوت من سوهاج، ثالثه كليه تجاره من مركز طمه، قريه من مركز طمه كمان. الحمد لله ربنا كرمني وقدرت اني اساعد واكون من ضمن الناس اللي في سوهاج المنشدين الكويسين، وقدرت الحمد لله ان انا كمان اكون فريق انشاد ديني. ده بعون من ربنا وبمساعدته ليا طبعا، وبعون كمان كبير من محافظ، وطبعا اكيد فرع ثقافه سوهاج، لان هو كان ليه الفضل الكبير في مساعدتي اني الاقي مكان ادرب فيه، واني كمان اعرف اجيب الاصوات دي واحطها تحت مسمى فرع ثقافه سوهاج، كان حاجه جميله جدا. وطبعا الناس حبايبي كتير في سوهاج، الحمد لله الانشاد في سوهاج وفي جامعه سوهاج، يعني على وجه الخصوص قدرت ان انا احييه في الجامعه، قدرت ان انا اخلي في كل حفله، حفله تخرج، حفله في الجامعه، حفله لو حتى جاي فيها حد مغني مشهور، لا لازم فيها انشاد، لازم فيها، مش مهم محمد صفوت، المهم ان يكون مبدا الانشاد موجود، مبدا انك انت تفهم الشباب وتفهم الناس كلها انك انا هجي لك بس بطريقتك، انت بتحب الغنى، بتحب الصوت الجميل، هوصله لك بس الطريقة صح، بطريقة تحببك في ربنا أكتر. والحمد لله أنا ده كله طبعا يرجع بفضل والدي وبفضل دعوات والدتي ووالدي، ويا رب يا رب ربنا يخليهم بإذن. طب محمد عرفنا على نفسك عمليا بقى، اختار لنا حاجة. إن شاء الله هبدأ بحاجة شيخ محمد عمران، يا سيدة الكونية. يا سيد الكونين جئتك قاصدا، يا سيد الكونين جئتك قاصدا، أرجو رضاك، أرجو رضاك، واحتمي بحماك، أرجو رضاك، واحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا،
إن لي قلبا إن لي قلبا مشوقا لا 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 يروم سواك أو حق جاء حق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني طيب علي عرفني أنا بنفسك. علي الأول علي أحمد محمد رسلان، طالب كلية إدارة الأعمال جامعة بريطانية سنة تالتة. الإنشاد اكتشفته برضو يعني كان موهبة في القرآن الأول. كنت مسافر عمر والدي والدتين حوالي 3 أو 4 سنين كده في الحرم بقى، يعني صوت المشايخ هناك عذب وبيجذب الروح كده وحاجة حلوة جدا، فبدأت ألدهم في القرآن شوية. بعد كده الحمد لله ربنا يعني فتح عليا في الإنشاد، بدأت أحاول بقى ألد بقى المشايخ اللي قدام في الإنشاد، واحاول يعني اشوف مين المرشدين موجودين دلوقتي واحاول اقلد، لحد ما الحمد لله يعني ربنا كرمني وبقيت اعمل حاجات خاصه بيا يعني. هتغني لنا او هتنشد لنا حاجه خاصه بيك ممكن ولا حاجة خاصة بي حاجه دلوقتي؟ اتفضل يلا. دي كانت اسمها نقطه نور، دي كانت اول إيه؟ انشوده، دي كانت اسمها نقطه نور. نقطه نور دي كانت اول انشوده ليا نزلت في رمضان اللي فات، بمناسبة بقى ان رمضان ده يعني عدى عليها سنة فنقولها بقى للناس ان شاء الله تعجبكم. اطلع بروحك في الزمن قدام، وارجع بروحك لحظة للماضي، هتلاقي فرق الوقت ده أوهام، والحزن شاغل بالنا عالفاضي. اطلع بروحك في الزمن قدام، وارجع بروحك لحظة للماضي، هتلاقي فرق الوقت ده أوهام، والحزن شاغل بلنا عالفاضي. جاي النهار بالضحكة يرسمها فوق الوشوش وبكل ألوانها، دي الشمس بتنادي القمر بالليل بالنور لحد الفجر ياخد مكانها. خليك مع اصحابك جدع، واوعاك يكون اهلك من الخير اللي جواك محرومين. خليك ليهم تخفيف وجع، كون انت اقرب حد مهما فرقت بينكوا السنين. جاي النهار بالضحكة يرسمها فوق الوشوش وبكل ألوانها، دي الشمس بتنادي القمر بالليل بالنور لحد الفجر ياخد مكانها. يا هنا من روحه بنور الله موصولة في كل حال، ده القلب عنه لو بعيد تبقى الحياة من غير حياة. ملناش في غير فضل الكريم حاجة وسؤال، وكتاب الله دليلنا مهما كان الاتجاه. جاي النهار بالضحكة يرسمها فوق الوشوش وبكل ألوانها، دي الشمس بتنادي القمر بالليل بالنور لحد الفجر ياخد مكانها، بالنور لحد
لحد الفجر ياخد مكانها. الله يا علي، الله جميل. محمد عبد البديع، من هو محمد عبد البديع؟ محمد عبد البديع محل كبرى في جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة جامعة القاهرة إن شاء الله. بدأت الإنشاد يعني كان بداية القرآن، يعني أنا كنت من صغر يعني حوالي 8 سنين كده كنت بدأت أسمع المشايخ، كنت مغرم بسماع المشايخ القدام وبرضه المشايخ الجدد يعني. فيعني كان عندنا في البيت كده اللي هو التسجيل اللي كان لسه زمان يعني كانش متطور الكمبيوترات والكلام ده، فكان في اول زرارين كده لو اتكيت عليهم يقطع التسجيل ويسجل، فانا كنت اقعد اسجل صوتي اقطع التسجيل ابوظه يعني، وكنت اسجل بصوتي واقعد اقول قارئ المنشد كده، فكان حلمي ان انا ابقى قارئ ومنشد. فالحمد لله يعني يعني لما كبرت شويه بدات اسمع لاذاعه القران الكريم والمشايخ الشيخ نصر الدين طبار والنقشبندي والناس ديت، وبدات اتعلم منهم يعني الحمد لله. طب هتقدم لنا نفسك عمليا بايه؟ ان شاء الله اقول حاجه عن رمضان لمولانا الشيخ سيد النقشبندي. يا ريت يا ريت. رمضان اهلا مرحبا رمضان، رمضان اهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن بالنور جئت وبالسرور، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت بالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب، أمانوا فظلامهم حتى نهايته تقام، فظلامهم حتى نهايته تقى، وصباحهم من بدئه إيمان، وصباحهم من بدئه إيمان، والسالكون سبيله أهل له، والناس فوق، والناس تحت ظلاله إخوان،
يمشي الغني إلى الفقير، يمشي الغني إلى الفقير بقلبه حب له وبقلب ذا إحسان. إن يسكت الشيطان، إن يسكت الشيطان في نفسيهما صوت الضمير، إن يسكت الشيطان في نفسيهما صوت الضمير تكلم الإنسان. الله، جميل يا محمد، جميل. اختنت الشيخ النقشبندي، وده بيفكرنا بال يعني بالعظام بتوع الانشاد الديني في مصر. مين مثلك الاعلى من كبار المنشدين الدينيين دلوقتي؟ دلوقتي اكيد اي واحد عايز يسمع انشاد هيسمع الشيخ ياسين التهامي، لان دلوقتي جميل الشيخ ياسين التهامي طبعا، لان هو والشيخ محمود ياسين قدروا يعملوا فجوة غريبة في الإنشاد الديني، إنهم الشيخ محمود بقدرته إن هو يكون نقابة الإنشاد الديني، وإن من يعني من سنتين أو ثلاث سنين ما كناش سمعنا الإنشاد الديني. كنا مثلا تسأل أي حد يقول لك الشيخ ياسين والشيخ محمود التهامي والقدام بقى اللي هم الثلاث، الشيخ نقشبندي وسيدنا الشيخ محمد عمران وسيدنا الشيخ ناصر الدين طبار. دلوقتي بنلاحظ ان احنا مصر كلها ثلاث ارباعها بقت منشدين، ودي حاجه جميله جدا، لان احنا في الفتره جيلنا توجه لاغلب الاغاني الهابطه، الاغاني اللي هي ممكن ما تناقشش شيء، ممكن مثلا حتى ما تبرز صوته، ما تبرز نوعيته هو اصلا او نوعيه الخامه اللي في صوته. لو حضرتك سمعت اغلب الاغاني تلاقيها الميوزك لعبه شغل كبير جدا، وكمان الصوت مش باين، تحسه كده منه مسرسع او حاجه زي كده. بجد. فلكن الانشاد الديني بيقوي الصوت جدا، من ناحيه تانية بقراءه القران، قراءه القران دي وتجويدها حاجه. ليه الانشاد الديني بيقوي الصوت؟ لانك انت يا فندم لما انا دلوقتي لما اجي اغني في طبقه معينه ممكن اجيبها، احاول اجيب طبقه حنينه، طبعا اللي هي ممكن تتعب اصلا الحنجره. يعني قول لي كده، وريني كده. يعني مثلا لما اقول نقول مثلا حاجه لاحمد جمال، يعني لما الناس تيجي تقلد احمد جمال يقول اللي حضنك هو نفسه حضن امي، اللي ليك فيا اكتر من اللي ليا، ياللي مهما بعدت عنك جوا دمي، اللي حبك عندي حاجة مش عادية، كل شارع من شوارعك ليه حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا، ناس كتير قالوا لي غني غنوة ليها، بس مهما طال غنايا مش كفاية، رغم أي محنة صعبة عشت فيها بكرة قادر إن ابن فيكي ألف قص، ياللي بتقولوا إنها راحت عليها، اسألوا كتاب التاريخ من هي مصر، يا 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 مصر. ايوه، ده بقى ايه يعني غنت لنا دي ليه؟ بتقول ايه؟ هي الاغنيه غنتها ليه اصلا؟ كنبرة الصوت مثلا، انا كشايف في اغلب الناس بتحاول تجيبها زي صوت احمد جمال بالظبط،
طب لا انت مش عندك القدره على كده. انت مثلا حنجرتك يعني في زي ادم ما حدش يعرف يجيب صوته غير طبقات معينه، في حاجه اسمها سوبران يعرف يجيب هو حسين الجسمي طبقات معينه، لكن في ناس تانية تحاول يعني حاجه اسمها صوت مستعار بتجيبه. لا يعني اراهنه انه لو اخره ياخد من الاغنيه بالظبط دقيقه دقيقتين، بعد كده اصلا مش هيحس بالحنجره، مش هيحس ازاي اصلا هو يعني. اقول له بعد كده غني طب حاجه مثلا ابو وهاب حليم. ايه رايك في الكلام ده يا علي؟ انا مركزش صراحه في الكلام يعني، بس انت سرحان في ايه يا علي؟ لا لا مش سرحان في حاجه يعني. بس عامه يعني يعني الانشاد بيظهر فعلا صوته ومكانته وقوته، تقدر تفتح مساحات يعني ممكن اي حد يغني فعلا. ده انا خدتها مع الوقت يعني، بدات احسها وافهمها مع الوقت. ممكن اي حد يغني اي اغنيه عاديه زي لو انشادات حتى ممكن اي حد يغنيها عامه، لكن يعني الحاجات اللي فيها مقامات والحاجات اللي فيها شغل والكلام ده دي محتاجه دراسه ومحتاجه فعلا يبقى واحد بتحب الشيخ ياسين الدرامي؟ اه بحب الشيخ ياسين الدرامي. طيب هتنشد لنا ايه من مش حافظ الصراحه حاجات يعني حافظ حاجه محمد؟ لا طبعا انا يعني قدوتي في الانشاد طبعا الشيخ محمود، انا بتعلم على ايده في نقابه الانشاد الديني. اه محمود التهام طبعا الشيخ شيخي وافتخر بذلك يعني. بس انا ما اللي بحب اسمع لهم وبتعلم منهم فعلا يعني النغم والحس الموسيقي والمشايخ القدام. طب نسمع من محمد للشيخ ياسين التهامي الاول وبعدين ارجع لك. اتفضل يا محمد. طب نسمع مثلا النفس تبكي ولا يهيم قلبي الى بال الحبيب؟ تمام يهيم اختار. ماشي اوكي اختار يعني هتقدروا يعني النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. الله. علي مين مثلك الأعلى؟ مين قدوتك؟ في الإنشاد الشيخ النقشبندي، الشيخ أحمد عمران، مولانا الشيخ حسام صقر. طب اختار لنا حاجة. اليوم؟ اه ليهم. انت مش حافظ حاجه خالص يا علي ولا ايه؟ لا مش حاضر اليوم، بس انا بحاول اوصل رساله الانشاد بتاعتي انا بالطريقه الشبابيه شويه يعني الحان مختلفه وكلمات جديده. بس اكيد المفروض تبقى برضو حافظ حاجه من حاجات الكبار في المجال. ممكن اقول حاجه بس بطريقتي انا. اتفضل اتفضل يلا. ما انا جبت بطريقتي في ياسين. رسول الله طال بي الحنين. ديت يعني حاجة أنا مع نفسي أنا حاولت أرتجل كده وأجيبها يعني. طيب يلا اتفضل. رسول الله طال بي الحنين. رسول الله طال بي الحنين. رسول الله طال بي الحنين. وأرق مهجتي الشوق الدفين. رسول الله طال بي الحنين. وأرق مهجتي الشوق الدفين.
مدحتك مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون. صلى الله عليه وسلم. الله يا علي، جميل يا علي، رائع. محمد، قلت لي بقى مين مثلك الأعلى؟ مشايخنا الكبار طبعا، زي بيقولوا اللي مالوش كبير طبعا بيشتري له كبير، فهم دول الكبار بتوع المصريين عموما، واللي ما نحسش طبعا زي ما حضرتك قلتي بطعم رمضان ولا بجمال رمضان الا بالتواشيح مثلا قبل الفجر او طبعا قبل الفطار، طبعا تحس بجمال رمضان، فانا بحب اسمع لهم جدا يعني. طيب اختار لنا حاجه. انا هقول حاجه كده من كلمات رابعه العدويه. الله، جميل، اتفضل. تصاعد أنفاسي، تصاعد أنفاسي إليك عتاب، تصاعد أنفاسي إليك عتاب، وكل رسالاتي إليك خطاب، وإن لاحت الأسرار فهي رسائل، وإن لاحت الأسرار فهي رسائل، وكل رسالة إليك جواب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، يا رب ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، يا رب إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الله، جميل. حي عملت لنا جو جميل كده، تحس ان انت يعني بتحلق في افاق اخرى، يعني فعلا احلى دخول على شهر رمضان. نفسك يا محمد يعني تصل لايه؟ يعني ايه هدفك؟
والله انا هي دعوه بيديها لي يعني كل الناس هتعرفني. يقول لي انت مثلا، لان اتعرض عليا كتير جدا ان انا مثلا اخش في مجال الغنى، ان انا مثلا مش عايز انت تدخل في مجال الغنى، مش عايز تكمل في الانشاد. عايز اكمل في الانشاد لاني بقولها كلمه لاي حد، اقول له انا ممكن اقعد معاك واغني لك ونغني لحد الصبح مع بعضينا. انا شايفاك اهلاوي كمان يعني، مش عار الاهلي. دي وصايه لازم البسها النهارده في الحلقه. ف مين اللي جايبها لك؟ نقول ان شاء الله المدام. يعني المدام القادمه ان شاء الله يعني اللي هتتجوزها، فجايبها لك وقالت لك لو ما طلعتش بيها في الحلقه مش هتجوزها. في خناقه، في خناقه. طب الحمد لله. اعملها لها كده وريها لها اهو. تمام، سامع كلامك اهو. تمام. فطبعا لما يتعرض عليك انك انت تغني في وسط وجودك، يعني وسط الناس، كل الناس بتغني، واي حد ممكن تلاقيه يجي يقول لك انا بغني. طب ليه؟ طيب مثلا في انت مثلا صوتك دي، مثلا واحد بيجي يقول لي انا نفسي صوتي يبقى كويس، نفسي صوتي يبقى حلو. دي موهبه من عند ربنا. مثلا انا ربنا مثلا مديني موهبه حدود صوتي كذا، بس اقدر اتدرب برضو عشان ادي. انا لو في موهبه لو في الموهبه تتدرب وتادي اكتر. لكن انت مثلا ما عندكش نغمه الصوت او الصوت الجميل، تتدرب وتحفظ المقامات، لكن لما حد يسمعك يقول لك هو صح وما غلطش، بس انا مش حاسس صوته مش واصل لي. عشان كده كان بيتقال مثلا على عبد الحليم حافظ حسه حلو. هو عبد الحليم يعني الاستاذ عبد الحليم حافظ يعني ربنا يرحمه، حد طبعا من الناس الجميله جدا اللي قدروا يعملوا طفره في الغنى. طبعا هو ستنا ام كلثوم، وكان ليه حاجات دينيه مهمه. هو انا بصراحه يعني كنت في مره حصل لي موقف، يعني كنت في حفله وبتكرم وكده في الجامعه عندنا، فالكابتن بتاعي فبيقول لي ايه انا عايزك تقول حاجه دينيه وكده. قلت له حاضر اهو، بس حاجه لعبد الحليم حافظ. طب ايه؟ انا ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه لعبد الحليم. حاجه دينيه لعبد الحليم؟ وفعلا لا، لسه ما حفظتلوش، لاني في يعني الكوادر بتاعتنا احنا لازم احنا نكبرها ونحييها. هم فعلا هم كبار، لكن احنا ككوادر صغيره لازم الاساس تحت يبقى صح. يعني انا كمحمد صفوت لا، انا بحاول بقدر الامكان ان انا احفظ لكل مشايخنا الجديد والقديم. في حاجه مهمه برضه محمد كنت عايز اعرفها، كل صوت ليه مساحته. يعني مفيش صوت مثلا محمد مش زي صوت محمد، مش زي صوت علي. كل صوت ليه حته معينه حلوه فيه، ليه طعمه، ليه شكله المختلف. بالظبط كده، كل صوت ليه احساسه وليه طبعه. مثلا ممكن واحد في الجواب ليه طبعه عاليه، ممكن واحد في القرار احلى وهكذا. انا شايف برضو ان الصوت لما يكون حلو دي مش كل حاجه. هو اهم حاجه في الصوت توظيفه، الاحساس. لو انت ممكن ناس كتير قوي صوتها جميل قوي روعه، بس انت بتسمعه ما بيوصلكش عشان كلامه بيخرجش من القلب. فدي مهمه يعني جدا. في واحد عنده الصنعه، عنده الصنعه بس ما عندوش الحس، يعني ما عندوش الاحساس. ممكن مثلا صوتي ما يكونش جميل مثلا، بس ممكن اعرف اوصل باحساسي او باحساس الكلمات، اوصل للي بيسمع، بحيث ان هو يعني يلاقيني افضل بكتير من اللي هو صوته اجمل وعنده بقى عرب ومقامات وبيعرف يطلع وينزل. فطبعا الاحساس ده عليه عامل كبير قوي. طب وانت من وجهه نظرك لما مثلا تسمع واحد صوته مش جميل، او صوته مثلا يعني نقول 40% او 30% واقل، هل انت ساعتها بتحس ساعتها ان ده بيقول فعلا انشاد، او ده وصل لك؟ الاثنين بيخدموا بعض. لا الصوت الجميل، الصوت لكن الصوت هو اول شيء. الصوت جميل من غير احساس ما يوصلش. بس صوت جميل مش جميل قوي، بس مع احساس يقدر يوصل. في حاجه اهم يعني، لازم يبقى فوق ال 50 60%. لازم عشان ساعتها هو يعرف يوصلك احساسه من صوته. لكن صوته ما فيهوش صوت فيوصل لك. طب احنا بقى عايزين حاجه كده في الاخر تبقى حاجه جميله كده. انتوا كلكم بتعرفوا ترتجلوا اكيد، صح؟ عايزين نعمل حاجه ارتجاليه على الهواء احنا الثلاثه مع بعض. تمام. ايه نقول ايه؟ ارتجال بقى. يلا ما انا عاوز افاجئكم، احنا ده اختبار على الهواء يا جماعه. قمرون قمر. الناس بتحب القمر. طب بتحب؟ طيب نعمل قمرون كلنا. حاجه ابدا واجمل. اتفضل يلا. طب ما نبدا بها الارتجال في الاول. ابدا بمثلا واجمل منك لم ترقط عيني. نرتجل. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء.
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيد النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل كحيل طرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوق السن للعاشق رماه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوق السن للعاشق رماه الله الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيد النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الله رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.
عليه الصلاة والسلام. جميل جدا بجد، يعني مش عايزة أخلص الحلقة بس للأسف انتهى وقت الحلقة. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا، وإن شاء الله يعني ربنا كده يوفقكم وتبقوا يعني أسماء كبار في مجال الإنشاد الديني. بالتأكيد أصواتكم جميلة وإحساسكم جميل واختياراتكم جميلة وموفقة. بشكركم شكرا جزيلا. أنا بشكر بس والدي ووالدتي بيتفرجوا علي دلوقتي، يعني على مجهودهم معايا وتعبهم معايا. يا ربنا يبارك في كل اب وام فعلا، حتى يعني بيتعبوا جدا عشاننا. اكيد طبعا. فياريت كل شاب حتى لو بنتي بيسمعوا الكلام ده لازم، كل الابهات يعني والامهات اللي بيجيبوا شباب من امثالكم يعني. محمد صفوت اشكرك شكرا جزيلا. علي رسلان شكرا جزيلا. محمد عبد المديع شكرا جزيلا، نورتوني. مشاهدينا الكرام في كل مكان، انا بقى بشكركم شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله كده يعني يبقى رمضان جميل عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية كلها ان شاء الله. كل انسان مصري عايش جوه مصر او بره مصر ان شاء الله كده يبقى قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل الله رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. جميل جدا بجد، يعني مش عايزة أخلص الحلقة بس للأسف انتهى وقت الحلقة. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا، وإن شاء الله يعني ربنا كده يوفقكم وتبقوا يعني أسماء كبار في مجال الإنشاد الديني. بالتأكيد أصواتكم جميلة وإحساسكم جميل واختياراتكم جميلة وموفقة. بشكركم شكرا جزيلا. أنا بشكر بس والدي ووالدتي بيتفرجوا علي دلوقتي، يعني على مجهودهم معايا وتعبهم معايا. يا ربنا يبارك في كل اب وام فعلا، حتى يعني بيتعبوا جدا عشاننا. اكيد طبعا. فياريت كل شاب حتى لو بنتي بيسمعوا الكلام ده لازم، كل الابهات يعني والامهات اللي بيجيبوا شباب من امثالكم يعني. محمد صفوت اشكرك شكرا جزيلا. علي رسلان شكرا جزيلا. محمد عبد المديع شكرا جزيلا، نورتوني. مشاهدينا الكرام في كل مكان، انا بقى بشكركم شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله كده يعني يبقى رمضان جميل عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية كلها ان شاء الله. كل انسان مصري عايش جوه مصر او بره مصر ان شاء الله كده يبقى سعيد ومستمتع بهذا الشهر الفضيل. ان شاء الله يبقى شهر كده تتحقق فيه الامنيات وتستجاب فيه الدعوات.